تفصيل التوالي التيار يكون له مسار واحد، التيار له مسار واحد فيوصل طرفي مصدر التيار بالمصباح الكهربي الأول ثم بالمصباح الكهربي الثاني. وتلاحظ ان اختلاف إضاءة كل مصباح، رغم أن التيار ثابت ولكن الجهد الكلي يتجزأ، بحيث الجهد الكلي للبطارية يساوي مجموع الجهد على المقاومة الأولى مضاف إليها الجهد على المقاومة الثانية. إذن توصيل التوالي يكون التيار له مسار واحد، التيار ثابت الشدة ولكن الجهد يتجزأ. من عيوبه إذا احترق أحد المصابيح فإنه ينطفئ الباقي لأن الدائرة أصبحت مفتوحة، ولذلك لا ينصح بتوصيل الأجهزة الكهربية في المنازل على التوازي، لأن المقاومة الكلية بتساوي مجموع المقاومات، إذا تستهلك طاقة وإذا احترق الجهاز تصبح الدائرة مفتوحة تماما. إذن توصيل المقاومات على التوالي بيتميز بأن التيار له مسار واحد، يعني لو فرضنا أن دي بطارية وده القطب الموجب تجاه التيار التقليدي أو الاصطلاحي، فنلاحظ أن التيار له مسار واحد بهذا الشكل. واتجاه التيار التقليدي الشكل، يعني معنى ذلك ان التيار اللي هيكون في المقاومة الاولى هو نفس التيار اللي هيكون في المقاومة الثانية، هو نفس التيار اللي هيمر في المقاومة الثالثة. اذا نقدر نقول اذا التيار ثابت، التيار له مسار واحد. نفهم كده في بعض المسائل، لو قراءة الاميتر هنا 2 امبير اللي هيمر فيه 2 امبير 2 امبير 2 امبير، لكن لو جينا نجمع الاي في الفي اسمها في، الاي في الار 1 اسمها في 1، والاي في الار 2 اسمها في 2، والاي 2 والاي في الار 3 اسمها في 3. لو جمعنا الفي 1 زائد الفي 2 زائد الفي 3 هيساوي في الكليه، اذا في الكليه هتساوي في 1 يعني الجهد الكلي بتاع البطاريه هيساوي الجهد عبر المقاومة الأولى زائد الجهد عبر المقاومة الثانية زائد الجهد عبر المقاومة الثالثة. هدول ليه جمعنا؟ لأن الفرق الجهد أو قوة الدفع هو الشغل المبذول، وأن الطاقة التي تفنى الطاقة التي تخرج التي تعطيها البطارية للشحنات هتساوي الطاقة التي تفقد هنا في المقاومة دي زائد الطاقة اللي هي نقصد بها فرق الجهد. وبالتعويض احنا عارفين قانون أوم، قانون أوم بيقول ايه؟ فنقوم زي ما احنا عارفين ان في الجهد يساوي حاصل ضرب التيار في المقاومة. لما نيجي نعوض عن الفي يبقى الفي الكلية بتساوي اي الكلية في ار الكلية، في الكلية في ار الكلية او المكافأة هتساوي اي 1 اللي هو نفسه في ار 1 في ار 1 زائد في 2 بقى نعوض عنها نفس الفكره اي في ار 2. هتقول ما قلناش ار اي 2 ليه؟ لان التيار ثابت، وهكذا بالمثل. مين اللي ثابت هنا؟ التيار. يبقى نقول بالقسمه على شده التيار اللي هي ار. لما نقسم هنا التيار هيروح مع بعضه، يتبقى لنا ان المقاومة الكلية او المكافأة كوفالنت هتساوي او ار شرطة بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 الى اخر. طيب لو المقاومات متساوية اذا نقدر نقول ار الكلية هتساوي احد المقاومات في عدد، احد المقاومات في عدد. طيب ولذلك هنا ايه الهدف؟ لما نيجي لو فرضنا كمثال بسيط
افرض المقاومة هنا تلاتة 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 موم، فنقول هنا تلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة، أو تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة بتسعة. إذن هنا الهدف منها الحصول على أكبر مقاومة، الهدف من توصيل التوالي الحصول على أكبر مقاومة، مش بس أكبر مقاومة، أكبر من أكبر مقاومة كمان. يعني لو خدنا كمثال عملي قلنا تلاتة، لو فرضنا دي 3 أوم، دي 6 أوم، دي 9 أوم، هنلاحظ إيه؟ إن أر الكلية هتساوي 3 زائد 6 زائد 9 هيساوي 18. يبقى الناتج مش بس كبير، ده أكبر من أكبر مقاومة. والتيار له مسار واحد، ولا توصل أجهزة في ولا توصل أجهزة على التوالي، ولا توصل على التوالي، ولا توصل الأجهزة على التوالي. طبعا الإجابة على هذا السؤال لا يتوصل ليه؟ أولا حصلنا هنا على مقاومة كبير، وبالتالي هي ضعف هيأثر في شدة الطريق كله. اتنين، لو احترق أحد هذه الأجهزة هتصبح الدائرة مفتوحة. تلاتة، لا يمكن التحكم في تشغيل أي جهاز، لأن يعتبر ده جهاز ده جهاز ده جهاز، ما نقدرش نعمل مفتاح لده ولا مفتاح هو مفتاح كل يشمل كل. سيكون التيار له أكثر من مسار. لاحظ أن التيار يتجزأ ويكون له أكثر من مسار، ولكن الجهد عبر المصباح الأول هو المصباح الثاني، إذن الجهد ثابت، الجهد الكلي هو نفسه جهد عبر المصباح الأول والمصباح الثاني. نوصل مصباح ثالث على التوازي أيضا، بحيث التيار يتجزأ إلى 3 مصابيح أو 3 مقاومات. تلاحظ أن شدة الإضاءة متساوية، تلاحظ أن الإضاءة في الـ3 مصابيح متساوية. لماذا؟ لأن الجهد ثابت، لأن الجهد ثابت. إذن توصيل التوازي، التيار له أكثر من مسار، التيار يتجزأ، الجهد ثابت، بحيث عند جمع التيار الأول مضافا إليه التيار الثاني مضافا إليه التيار الثالث هيساوي التيار كله، ولكن الجهد ثابت عبر هذه. تعال نشوف بقى توصيل التوازي. توصيل التوازي لو فرضنا ده مصدر البطارية، مصدر الطاقة الكهربية، التيار بيخرج من اتجاه الاصطلاحي بهذا الشكل، بيطلع التيار هيتجزأ بهذا الشكل. يبقى التيار يتجزأ، بحيث لو قلنا التيار الكلي، التيار الكلي دوت هيساوي مجموع التيار اللي هنا، مجموع I1 زائد I2 زائد I3، هيتجمعوا بهذا الشكل. إذا نقدر نقول إن يجب يكون التيار الكلي اللي هو دوت I، التيار الكلي لازم يساوي مجموع شدة التيارات، يبقى I1 زائد I2 زائد I3 إلى آخره. طيب احنا عارفين إن الجهد بين نقطتين، وده الجهد النقطة الموجبة وده الجهد النقطة السالبة، يبقى الجهد ثابت. تعال نعوض برضو في القانون ده، لو قلنا الـI، يبقى الـI بيساوي V على إيه؟ على R. يبقى I كلية هتساوي V كلية على R الكلية، في الكلية على R الكلية هتساوي نفس الطريقة V على R1. طب ما حطناش V1 ليه؟ لأن هنا الفرق الجهد ثابت بين طرفي المقاومة، زائد V على R2 وهكذا وهكذا. طيب مين من الثابت هنا؟ فرق الجهد بين النقطتين، اللي هو فرق الجهد البطارية، يبقى بالقسمة على الرقم الثابت، اللي هو بالقسمة على مين؟ بالقسمة على V. لما نسمع على V دي راحت معادي معادي، إذن 1 على R الكلية، نقدر نقول 1 على R المكافأة أو الكلية هتساوي
واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين الى اخره. بعد ما نجيب القيمة لازم نقلب. طيب افرض دول مختلفين، يعني قلنا دي 2 اوم 3 اوم مثلا 3 اوم، دي 6 اوم 9 اوم، مثال بسيط. يبقى لازم نقول 1 على، لازم نقول 1 على 3 زائد 1 على 6 زائد 1 على 9 وهكذا. بداية الحاسب هيطلع لنا اذا 1 على ار الكلية هتساوي 11 على 18 بداية الحاسب. طبعا دي مش ار، دي مخلوب مين؟ الار. اذا الار لازم نقلب تبقى 18 على 11، اذا ار الكلية او المكافأة هتساوي 1/16. تلاحظ ايه؟ ان المقاومة الكلية مش بس صغيرة، ده اصغر من اصغر مقاومة، اصغر من اصغر مقاومة. اصغر مقاومة كان 3، فلازم عشان يبقى حلك صح لازم المقاومة الكلية او المكافأة ما ننساش نقلب الكلام ده. طب لو كانوا مقاومتين بس، يعني لو قلنا دول مقاومتين على التوازي، نقول هنا في الحالة ديت دي ار وان ودي ار تو، اذا المقاومة الكلية هتساوي حاصل ضربهما على حاصل جمعهم. طب لو متشابهين، مجموع المقاومات متشابهة، نقول احد المقاومات الكلية بقى احد المقاومات على عددها. يبقى دلوقتي عندنا اذا كانت المقاومات مختلفة لازم اجباري نستخدم هذا القانون، وفي الاخر لازم بعد ما نخلص لازم نقلب، لان اللي حصلنا عليه مش المقاومة الكلية، مقلوب المقاومة الكلية. وعشان نتأكد ان حالنا صح، ان تكون المقاومة الكلية مش بس صغيرة، ده اصغر من اصغر مقاومة، اصغر من اصغر مقاومة. لو احنا جينا بعد كده توصل الاجهزة على ايه؟ طبعا على التوازي. ليه على التوازي؟ الاجابة على التوازي علشان نحصل على اصغر مقاومة. اتنين الجهد ثابت، يعني ايه جهد ثابت؟ الاضاءة هنا زي هنا زي هنا. يمكن لكل جهاز مسار، يعني اذا يمكن التحكم في تشغيل كل جهاز بالشكل ده، ممكن التحكم في تشغيل كل جهاز. ثلاثة ان احنا نقدر اذا احترق جهاز لا يؤسف الباقي، يعني لو فرضنا الجهاز ده احترق يبقى المسار هنا لا يمر، لكن المسار ده ثابت، المسار ده ثابت. طيب هنيجي نقول بقى بالنسبة لتوصيل التوازي والتوالي، هنيجي يجب تكون أسلاك التوصيل هنا، يجب تكون أسلاك أكثر سمكا، وهنا هتكون أقل سمكا. علل ليه أسلاك التوصيل عند البطارية سميكة وأقل عند التوصيل التوازي؟ لأن على التوازي التيار يتجزأ. الإجابة لأن التيار يتجزأ، وبالتالي لا يحتاج أن تكون الأسلاك سميكة.